خبر مؤسف فوجئت بيه الفنانة داليا البحيري، وهو خبر وفاة والدها المهندس محمود البحيري بعد صراع كبير مع المرض ومعاناته الأيام كتير في حالة حرجة في المستشفى. واللي أعلن الخبر هو الفنان أحمد فريد لما نشر على حسابه الشخصي على الفيسبوك بوست وكتب: البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي التاني المهندس محمود البحيري والد أختي الفنانة داليا البحيري، نسألكم الدعاء. وبدأ كل الفنانين ينشروا نعي لوالد الفنانة على حساباتهم على السوشيال ميديا. والجدير بالذكر ان المهندس حسن سامي زوج الفنانة داليا البحيري امبارح نشر بوست على حسابه على الفيسبوك بيطلب من الناس الدعاء لوالد زوجته، وكتب في البوست: من يوم ما حطيت ايدي في ايده ما شفتش منه غير كل خير وحب، نعم الاب والجد والصاحب، يا رب بحق لا اله الا الله اشفيه وعافيه وهون عليه، اللهم رد إلينا معاف في بدنه، قادر يا كريم، يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. لكن لسه ما فيش أي تصريح من الفنانة داليا البحيري أو أي حد من أسرتها يوضح ميعاد الجنازة أو العزاء، ولكن تابعونا باستمرار ليصلكم كل جديد، وما تنسوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.